أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. اليوم وجه لوجه حلو، بعيد عن الصراع وعوار القلب. معاي الحبيب والأخ العزيز أستاذ جاسم الكابتن جاسم بهلن، المعالج الطبي الشعبي. مرحبا فيك. هلا بك عمي، وتشرف هاللقاء وياك حبيبي كابتن. امساء شفت معاك حبل أو خيط، إيه حق شنو هذا؟ لقيت فار عندكم بغيت أفنطر. هاي حقه. انت بتسالني سؤال عن الفري. ايه الفري اللي بالشقيقه. إيه؟ راح اقول شلون اتكلم. إيه نبدا فيه، شنو هذا؟ شوف طال عمرك، في انسان يحوشه صداع نصفي. الاخوان يروحون حق بعض الناس يقيس قياس، قال له 4 أصابع 6 أصابع 8 أصابع. ايه كنت اقول حق الناس هذيل، انت لما تروح حق شخص يقيس قول الله يخليك قيس راسك قدامي، اذا ما في 4 أصابع ما يصير جاسم بهم، لان القياس غلط. اتعلمه بيقول تعال يبا، هذا رزقه 30 دينار 35 دينار على الشخص، فبتقول انت غلط، يقول قطع رزقي، يحط له صبخه ويتر راسه. انت تشوف ساعات تزولك وش الحكي هذا؟ يعني لما تقول انت 4 5 أصابع هذا معناته وقاعد يسكر، معناته سكر المخ، مو معقوله. شنو 4 أصابع؟ بعد يقول ها والله سويت صار اصبعين. اي اصبعين؟ انت قيس راسك، فالراس القياسه غلط. احنا نقول حق الناس، لان شو يسوي؟ يقيس قياس هذا وقياس الثاني. كل انسان في ممثل راسه هالطول، هذا كم فيه؟ في لاعب من اللاعبين راسه الكبر، هذا كم فيه؟ 9 أصابع؟ لما تعقد راسه هل بيصير عنده 7 أصبعين؟ مستحيل. فقياس الفري، عشان اقول حق الناس لا تاخذ القياس من ورا. كل انسان حتى جاسم مهمن خليه يقيس قدامك، عندي 7 أصابع 3، هل معقول ان انا بعدين شو يسوي؟ يقعد يشد بعدين يسوي لما يوصل مكان شوف يدينه يشد حيل، اول ياخذ معك هني الثاني هني، اكيد عشان يطلع كذا. في يا جماعه المقياس الفري يقولوا له الشقيقه عوار الصداع نصفي يطلع يا اصبع يا نص اصبع. بعدين قالك والله ولدي تعالي هلوس والله يطيح والله يتكلم، هذا مو الفري، ما له شغل. الفري عباره عن صداع نصفي، قياس صداع نصفي احنا ناخذه عشان يكون بين حق الناس، كل الناس لازم تعرفه. اخذ القياس هني، اخذ هني، يبه هني فوق الخشم، يبه لهني، فتاخذ هني او يسمونه صليبي، تودي هني يحوش الشحمه، نفسه تاخذ هني يحوش الشحمه، معناته ما في فري. اذا هاني حاش الشحمه الاذن هني صار طلع برا، معناته عندك اصبع واحد مكان واحد ينشد يرتفع فوق وينعقد 6 أيام بقطره وبلاش. هذاك ياخذ منه 35 دينار على صبخه. بتقول انت كذاب او انت غلط، يقول لا ايش دره، يبغى يدي لانه وكلا. اذا شافك ها قال لك بعد يبيك جلستين، هاي 100 دينار على كم اسبوع يا جماعه؟ فايش تسوي؟ هذا يا ابو معسس بين حق الناس، الناس ما تطلب مني يا محمد، وفي ناس علمت على الفري. هاي الخيط تبي اعطيك اياه ولا لا؟ ما لا راح امرك، عندي كم شغله لازم تخلصني منهم. عاد عندي كاميرا صور. زين ايش وعد؟ بس اعزائي المشاهدين للتنويه، اللي المخرج عطنا ارقام التليفونات اللي حاول يتواصل عنده مرض معين، قدامكم ارقام التليفونات اعزائي المشاهدين، ممكن تتصلون الحين، فاتحين الخطوط وياكم الان، فاتحين الان الان، دقوا على الرقمين ياخذون ارقامكم، وان شاء الله ابو محمد ما راح يقصر. بس الكيبل خربان مساء، قالوا لي لا لا سووه. زين ايش هو؟ لا انت فيك خير وبركه على طول، تلفزيون جديده. شو اخبار الخواتم بعد الحين؟ بعتهم كلهم. ليش بعتهم؟ ليش بعتهم؟ يالك مبلغ اليوم مستايل. لا عشان شيء ما يدوب الخاتمين، بس يا بخاتمين اليوم يضيع اعتز فيهم هاي الكعبه. زين ابو محمد، قبل ما اروح على الاسئله اللي عندنا، ظهرت امراض جديده يمرون كيسرونك عنها؟ كجاسم بهمن اكثر الامراض اللي تينا خشونه، ديسك، عوار ظهر. ما في شيء جديد يعني؟ لا لا، مثل شنو جديد يعني؟ يعني هذا المرض اللي من زمان نعالجه هو بس صار بكثره. ليش؟ لان اول شيء ما في رياضه، المركه، نومه البطن، المطبات هذه، يمتن يضعف، فيصير عنده خلل في العضلات مالت الفقرات. يعني اللي يسوي ريجيم وبعدين يكون روتين ويأثر على العضلات، يأثر إذا ما مارس الرياضة كشد حق عضلات جسمه. ساعات في بعض الدكاترة يقول له أعطيك وقت لازم تمارس الرياضة عشان تشد نفسك، هذا شوي ينسى. يعني في الدكاترة ينصحون بس المريض يقول ها ما يخالف انسى. تعتقد ان احنا نسينا الرياضة، ما نمارس الرياضة؟ والله كسل فيه يعني ما اقول كلهم، يعني ساعات تمر اي مكان تمر ممشى تلقى ناس قاعد تمشي حريم ريايل يمشون، يعني في ناس محافظه وفي ناس هذا وزنه هو صحيح. انا وفي بعضهم لا، من يحوش مرض قام يمشي. زين امشي قبلها. صحيح. محمد وزنك زايد ترى، والك انا الحين قاطك 3 كيلو
قاعد كنت 250 الحين 299 تمشي بمحمد. تمشي لا. تمشي ما تمارس الرياضه ماكو وقت عندك كابتن ما عندك وقت محلا كان وزني 300 الحين 270 ما شاء الله صدق هذا 300 كابتن لا صدق كلمتين خذ مني كلمتين صدقهم ثلاث تكذبهم والله اذكرك بنادي القادسيه وتنط على الكره اي كنت كذي اشوف لك كنت صغير مو على عمي الصغير يكبر تمر نادي القادسيه والله ماكو مجال ما عندي وقت لان وقتي صار كله حق الناس العصريه نادي القادسيه لو بتمرهم لازم تمر قبل صلاه المغرب الشغل انت تخلص بعد صلاه المغرب صحيح تتسبح تصلي بعد ما فيك شده وتطخ وتنام يعني انا من النوع اللي نام بكر يمرون عليك لاعبين من الرياض اللي يتعورون او بالتليفون ساعات لاعبين هني لاعبين قدامى يمرون في لاعبين مروا عليك الحين عندهم اصابات الحين ما في دوري ما في بس فتره الدوري في دوري او مثلا الصالات يتعورون يونك بس لكن بعدها وقبل ما في يعني حلو في اتصالات معانا مخرج يلا جهزوها بسرعه زين لحد الحين تحلم ابو محمد انت كل واحد انا من اعلنت على مقابلتك قلنا ابو محمد شنو بيحلم انت مره قلت جيبوا فلوسكم من برا شوف اخوي محمد شهر واحد تقريبا اول واحد يمكن 6/1 7/1 كانت لي مقابله في الراي صحيح قبل بشي يوم جتني رؤيه فسالوني قلت يا جماعه اللي عنده فلوس برا دخل الكويت ليش؟ قلت انا شفت الرؤيه والرؤيه مو زينه وفيها كوارث قلت لهم يا من خمسه سته سبعه بتبلش الكوارث بتصير الحلم ما يشمل الكويت يشمل الكون كله هذا واحد فانت كحلمان او لما تقول عندك رؤيه ما تقدر تفسر رؤياك مثل فيلم او مثل الشيباني او مثلا جولي عوائي او مثلا ما تقدر لان انت عندك رؤيه شفتها بالمنام تفسيرها 1 2 3 هذاك لما يكشف او مثلا يحضر او مثلا الجن او هذا يعطيك انت تواريخ يعطيك شيء بيصير هذا المقصد احنا طبعا صارت لي بالراي بعدين صارت لي في قناه المجلس بعدين في العداله يمكن مرتين بالوطن فكلنا اقول يا جماعه انا كنت ترى حلمان حلم والحلم مو زين الحلم مو حق يوم يومين الحلم حق ماشي فهذا واحد الشيء الثاني الناس تطلب منك ابو محمد عندك شيء انصحنا فاقول لهم يا جماعه خزنه واكل لعل وعسى يصير شيء انت ما تطلع برا يا جماعه بيكم يراد اسود ترى يراد احمر ممكن ناكله اصفر زين البيت فاقول نصايح لعل ابو محمد خرحت بناتنا خرحت ما ننام يا جماعه ترى ما قلت لكم شيء مو زين احنا نقول لكم هذه رؤيه فاحنا نقول كذا ما نقدر احنا نحرص الناس احنا ما خوفنا احد ولا قلنا ايش بيصير عشان يخافوه هم خذوها كانها تحذير وان اقتصاد العالم ما حصل في الصين قال لك شوف ابو محمد لا انت رؤياك مو ان دوله انت رؤياك بالكون كله فلما قلت يا جماعه ترى بيصير احنا من واحد من خمسه واحد يا جماعه اللي عنده فلوس برا يبيع ويدخل بداخل الكويت لانه بيصير شيء ما تدري شيء والحين في ناس وايد قاعد تشتري وتبيع يعني اللي شرى برا طاح فلوسه اللي قاعد حتى في سياسيين وايد يقول يا جماعه دخلوا فلوسكم هل معناته رؤيه جاسم بهمن او مثلا هو مش على كلامي هو سياسي شنو كانت الرؤيه ابو محمد؟ انا العب تيل معك بس غلبتك لا ما اقدر اقول الرؤيه ليش؟ بس ما تنقال ما تنقال لا لا اللي يشوف رؤيه شوف اقول لك شغله لا اخوي محمد انت رؤياك لان انت من 82 كل ما تشوف شيء او رؤيه او حلم يتحقق معك اكثر من مره هذا واحد الناس عرفوا جاسم بهمن انه يحلم او يشوف او مثلا يعرف تفسير الاحلام نوعا ما. خلال هالشهرين او 3 أشهر يعني يمكن حوالي 45 حلم ورؤيه من الناس. صدقني اذا احنا قلنا حق الناس او قلناها شنو رؤياهم انت تبكي. ما نقدر نقول شنو رؤيا الناس. انت تفسر يا جماعه طلعوا صدقه خلاص خلها. يا قلت له لا يعني الرؤيا مو زينه الرؤيا اللي قاعد تصير من الناس شفت احلام قبل غزو الكويت العراق الناس كانت تحلم بس ما كانت توصل الحلم مثلا حق الناس او بالتليفون او تليفون او او تويتر ماكو ذاك الوقت ترى امي والله حلمانه بيصير غزو يا معود وصار الغزو علينا في ناس وايد حلمانين صح في ناس وفي فعلا الحين في هالشهرين اللي فاتوا ناس وايد قاعده تحلم رؤياها يمكن لو تفتح بس قناه يا جماعه احلامكم والله تبكي بس ما تقدروا حق الناس الرؤيه شنو هي يا جماعه احنا قاعدين ننصحكم وتدري اللي تويتر موجودين كلها الكبر اللي يكذبك واللي يسبك لا انت ما اساسا جاسم بهمن يمسك التليفون ما يقرا ابطل تويتر اشوف اذا في شيء حد يبيني اجاوبه بس ارد مره ثانيه احطه مكانه لان ما عندك مجال عندك واتساب عندك فايبر عندك واتساب ثاني تليفونين وعندك تويتر فمالك مجال او عندك وعندك تعالج الناس من الساعه 5 الفجر الى الساعه 11 من الساعه 12 ونص الى الساعه 8 متى تفتح وتكلم ف
فانا اكون ساعات مثلا بس لمعات اقعد مثلا اغرد تغريده بسيطه مثلا انصح العالم بس شغله واحده، لا تسالوني ايش بيصير بس انصحكم شغله واحده، هالشهرين كثروا الصدقه باسم الكويت باسم ابونا صباح وباسم ابونا صباح باسم كل اهل الكويت، هالشهرين طلعوا صدقه لعل وعسى اللي بيصير الله سبحانه وتعالى يطف. ناس وايد حلمت احلام بالصدقه طاحت، بس هالشهرين مو زينين، فلا يعني لا تقولوا ليش حقه ما ليش يا جماعه احنا ننصحكم يعني حسب الرؤيه نقول لاهل الكويت تصدقوا تصدقوا هالشهرين باسم الكويت وباسم ابونا صباح، يعني ترى لا تقول بطلع 100 دينار دينار ومو حقي انا، ترى دينار او النص ولا دينار حق الفقير حق المسجد حق الصندوق، هذه صدقه تطفى غضب الله سبحانه وتعالى. فاللي ما اعرف شو بيصير الناس تقول انت كذبت سويت، يا جماعه ترى مو كل شيخ قاعد بالتلفزيون لحيتين وهذا يقول في تفسيره او كل واحد حط لعمامته، انت عندك رؤيه كل واحد رايح حق نفسه. اول واحد حلم سيدنا ابراهيم سلام عليه، كم مره حلم انه يذبح ولده؟ اكثر من 10 مرات، اخر شيء ذبح ما قدر سكينه، ما ترى ترى حط نحر بس الله سبحانه وتعالى برد السكينه. سيدنا يوسف حلم، العزيز مال مصر حلم، الاثنين المساجين معاه حلموا. فانت لما تقول حق الناس ما تقول رؤيات بس انت تعطيني نصايح. نعم يا ابو محمد ترى خرحتنا بنتي ما تنام، يا اخي خل تصلي بنتك، اذا بنتك تصلي ما تخاف من شيء، اذا ولدك يقول يا الله اكبر ما يخاف من شيء، اذا بنتك تصدق ما يخاف من شيء، بس ماكو صلاه بالناس. ما تدري كل الناس ما تصلي بس في ناس تصلي الحمد لله، في ناس ماكو صلاه ما ينفع مثلا نيته يا جماعه تقول لك خوفت، شو يخوفك؟ اللي يخاف اللي يصلي ويخاف الله ما يخاف من القدر الجاي، يقول حلقه حتمي هذا، لكن الناس شو تسوي فيه؟ فانت ما يا جماعه تقول ما تغرد، انت قاعد تعطي نصايح. يعني ابو محمد الرؤيه، بس بقول لك على الرؤيه، هل هي نعمه من الله سبحانه وتعالى ولا هي رسائل او رسائل تحذيريه؟ لا تقدر تقول، لان كابتن حسب الاحاديث يعني رؤيه المؤمن من 70 رؤيه من 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 في امور كثيره تتحدث الرؤيه، بس انت يعني في ناس عندها رؤيات، في ناس عندها قاعد يمك يعرف شو تقول، في ناس قاعده يعني تعرف شو يصير بعدين، هذا مو اللي ينجم، لا لا في ناس احساسها كذي يصير وفعلا يصير، في واحد يحلم اليوم يقوم الصبح يلقى حلمه قدامه صحيح، من قطر دقوا عليه، من البحرين، من السعوديه، من الكويت وايد يدقون عليه، احلامهم كلها تخوف، بس هل تقول حق العالم؟ يا جماعه تصدقوا. يعني لما تجي لك الاحلام اللي قاعد تتصلون عليك من خارج الكويت وتلقاها متشابهه كتفسير، صدقيني كلها متشابهه، وشوف اربع خمسه احلام يحلمون ناس يعني جاي يعني مخطف حيل وصار ما صار وكذا طالع، يعني نفس حلم الريال نفس حلم ورا، ففي احلام انت تصدقه تقول بس تصدقه، ما تقول له والله شنو، تقول يا جماعه صدق ترى حلمك صدق فيه، من تصدق معناته لا تقول حق احد، لان الله يستر الله يحفظ هالديره يهمي، بس ما نبي شيء والله، الدعاء والصدقه هالشهرين بس. نعم ناخذ الاتصالات، يعني قالوا عنده حجم كبير. يلا يلا من يلا على ما ناخذ سؤال على ما يجهز الاتصال. يعني الغريب اني قلت في مقابله تلفزيونيه ممكن هذا العام 2015 تطلع الشمس، يعني شغل الشمس احنا انتهى كل شيء، بس ما ظهرت العلامات الكبرى كلها على اساس تطلع. هذه اكبر علامه، احنا قلنا ممكن، لما سالوني وقالت العداله والفضلي قلت يا جماعه لا تروح بعيد، ترى ممكن السنه تشرق الشمس المغرب، بس ما ظهرت. خلهم شغله واحده، اي احنا قلناها من شهر 2 و3، ناسا اي فقاعد تقول انه محتمل او تطلع، هم يقولون هم ياكدون لان هم عندهم علم النجوم والشغلات هذه، فيقولون يمكن 7 احلام من الناس اللي دزوا احلامهم لي انا الشمس تشتغل المغرب، 7 اوادم دزوا لي احلامهم كلها تقول حلم الشمس طلع من المغرب، ابو محمد ظلمه ابو محمد كذي مره واحده مره، فانت ايش تقول حق الناس؟ طلع صدره، لو تقول حق الناس ترى كذا كذا اوه ناس، فانت شو اللي تتوقع ممكن يصير بعد في الشهرين هذولا؟ شوف يعني شغله واحده اقول لك اياها، مو زين، بس ما اقدر اقول اكثر من كذي، مو زين مو زين، بس صدقه ايه كحرب يعني مثلا ما نقدر نتكلم، ما نقول بس خلاص مو زين، شيء مو زين ما نخوف احد، بس يا اخي تصدق
بالصدق الله سبحانه وتعالى يطفي كل شيء. بس ناخذ اول مداخله معانا الاستاذ مبارك العنزي. مساك الله بالخير يا مبارك. مساك الله بالخير. طول بعمرك، تفضل بسؤالك الكريم. يعطيكم العافيه تفضل يا مبارك سؤالك. لا تفضلك، انا بستفسر بس عن عندي ديسك، ما ادري عنده خبره فيه الاستاذ كابتن. بالرقبه ولا بالظهر؟ بالرقبه. كم فقره؟ عندي بالفقره السادسه والسابعه. العام قبل سنه سويت عمليه، ركبت عام. ايوه. يعني سويت عمليه حق الديسك؟ عم مبارك. مبارك أيوة. تسمع، انت سويت عمليه حق رقبتك؟ اي ركبت عامه. زين بغضروف واحد؟ غضروف واحد بس ركبت دعامه عن فقرتين. ركب دعامه ولا سحبوا لك غضروف حطوا بلاستيك مكانه؟ لا ركب لي دعامه. زين شو المطلوب الحين؟ انت سويت عمليتك خلصت؟ في عندك أي عوار؟ اي الالم للحين موجود عندي الالم. يمكن معاك الخشونه. اذا عندك اشعاعاتك دز لي اياها او تعال لي مر البيت عشان نشوف الاشعه، نشوف ايش تحتاج نسوي لك. ها؟ انا عندي رحت مستشفى ثاني. اي طلع وقفت مستشفى ثاني قال لي عندك الاعصاب ملتويه. ملتويه؟ متعقده. هذه اول مره اسمعها. انا خابر ذي الغضروف طلع برا حاش العصب يلتهب، مات العصب اللي نازل من الرقبه من الراس بين الفقرات. يمكن عرج بس المهم خل انت يب اشعتك ومرني ان شاء الله. يب اشعتك مبارك ومر ابو محمد ان شاء الله ما يقصر وياك. مر البيت ما تقصر. معاي عزيزه جاسم. مساك الله بالخير يا عزيزه. مساك الله بالنور. خير ونطول بعمرك. تفضلي سؤالك الكريم. انا عندي اختي عندها جسمها كان فيه روماتايد اول شيء. ايه انزين مع الايام قالوا لها ان ضمور راحت لندن، راحت امريكا سوري. انزين وقعدت هناك تقريبا 3 شهور او 4 شهور. دزوها الدوله وردت مثل ما هي، ما تعالجت. لما ردت الكويت قالوا لها انت عندك ضمور في العضلات، فيعني الحين ما تقدر تمشي ولا تتحرك الا لما يشيلونها ويحطونها، مع ان صحتها كانت قويه. زين اسمع الرد من ابو محمد. الضمور ما هو الا علاج عصبي المخ يسمونه، بس اذا كان روماتويد او روماتيزم هذا يكون بالمفاصل. بس ما دام اختك الحين ما قامت تمشي معناته في خلل بالعصب نفسه. الضمور شنو؟ انه يقط الحيل، ما في قوه، ما يشيل الانسان. العضل شغال لكن العصب ما يشتغل مع الانسان. طبعا هذا الشيء الوحيد اللي يحتاج حق الانسان علاج عند المستشفى حق المخ وعلاج حمام سباحه. لان طول ما الانسان بالحمام سباحه رايح راد يتمرن تلقائي الماء يدلكه ويعطي نوع القوه شويه. يعني ما له شغل طب شعبي، هذا طب حديث. بالضمور شغلات هذه، وحتى المستشفيات يعالجونها بالتدليك وابر شغلات هذه، وفي ساعات ناس تتحسن، في ناس وايد ما تحسن. مشكور يا عزيزه وسمعت الاجابه. في عندي بعد خط مقابل. ماشي. محمد موضوع ال على ما يجهزون الاتصالات الثانيه، يقول لك علماء الفلك ان الجزيره العربيه، احنا نرجع لنقطه ان الشمس والرؤيه خلال فتره، ان الجزيره العربيه زعم ستكون في المستقبل حديقة غناء ترجع كما كانت في السابق. بس مو الحين. أنت تحكي رمضان. لا حكيك. ها زين. خايف من ربعك أحد ورا ولا؟ لا أحسن مال أرسال جوية عندك. أنا خايف أحد من ربعك محمد. طبعاً سمعت، أنا قريت بالتويتر شغلات هذه، بس هذا طبعاً بعلم الغيب. هذا واحد. الشيء الثاني القرآن يقول بعد مدة طويلة أو مثلاً في بعد الكوارث راح تكون الارض كلها، مو بس الكويت او هذا، يعني ما هو ما شمل الكويت، راح تكون كل اراضي بعد الظهور انها تكون كل اراضي مبسطه، كلها زراعه، كلها خير، عقب كل الشر كل هذا راح يكون هذا شيء عادي، هذا شيء اكيد، هذا مكتوب بالكتب ان شاء الله. معي مداخله من جود الرشيدي. بس جود الله يخليك، معاش دقيقه واحده على اساس انه يقدر يجاوبك ابو محمد. مساك الله بالخير يا جود، تفضلي. مساء النور يا هلا فيك يا اخي. تفضلي يا جود. بغيت أسأل أختي، أنا معاي للركبة شوية فيها أول شيء قال خشونة وماني قادرة أمشي منها، زاد العوار معاي والألم، فرحت بهذا طبيعي قالوا لي في ماي على الركبة، والحين حتى مشيتي مو طبيعية وألم فيها، إذا أكلت المسكنات الألم، ما أكلت المسكنات ما أقدر أتحرك منه.
سمع الاجابه ام محمد، خليك معانا اختي. طبعا الخشونه حسب الاشعه، هذا واحد. الشيء الثاني انت تقولين معاك ماي بالركبه، معناته طول ما تمشين راح يصير احتكاك بالغضروف، لانه ما في عضل شاد معك ولا الوتر، الماي ما يخليك، والماي يبلس العوار ويجيب التهاب الركبه. طبعا احنا كريال، احنا ما نستغل حريم، بس كريال نحاول نطلع الماي بابره بروحه من غير ما نسحبها، احنا نسميه عمليه ترشيح، ونحاول نعالج الشخص بالحجام وبشرات الصينيه، ونقول له سوي برنامج تقويه. فانت يبي اشعتك مع ريلك، خليني ريلك او ولدك او اخوك يجيني بروحه مع الاشعه، خلي يقول لي نفس الكلام اللي قلت لي اياه، خلي اقول له شو يسوي لك اياه. ساعات مثلا اذا في ماي ما يطلع، تحطين شيء ثلج على الركبه وتشدين ريلك كتمرين على اساس العضله تشد معاك والماي يتوزع لفوق. ماشي يعطيك العافيه. مشكوره جدا. يعطيك العافيه. مرحبا. معاي الاخت فجر علي من الاردن، مساك الله بالخير يا فجر. يا فجر. 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 مساء الخير. مساء النور يا فجر، تفضلي سؤالك الكريم. اخوي عندي الم بظهري. ايه؟ الم بظهري. وينزل على فخدي ليه ركبتي. سويت اشعه حق ظهرك؟ لا ما سويت اشعه. سوي اشعه. العوار اللي معاك في اكثر من حاله. يكون معاك ديسك، خشونه، شد عضلي، عرج النسا، فما نقدر نتكلم فيه الا بعد الاشعه. اخذي التليفون منهم، سوي الاشعه حق اخر فقرات الظهر، اشعتين يصير من ورا وعلى الجنب، ودزيها لي على الواتساب. مو موجوده بالكويت. انا ادري بالاردن. دزيها على الواتساب ان شاء الله. اي خلي اشوف اقول ساعه نتواصل معك. مشكور. مشكور يا فجر. يطول لي عمرك. حياك الله. على ما جت الصلاه الثانيه، موضوع الحجامه ابو محمد، هل فعلا الحجامه تعالج الكثير من الامراض؟ واحد زاد واحد شم. عندك اثنين ونص. ايه. اول شيء بعطيك معلومه لك انت وحق كل المشاهدين اللي يسمعونا. لما الله سبحانه وتعالى يامر بالحجامه، شنو فيها فوائد؟ ما يعلمها انسان. لما الله سبحانه وتعالى يوصي ملائكه السماوات السبع، يوصون النبي يوم قصه سراء المعراج، يوم الله سبحانه وتعالى طلب من جبرائيل اعراج النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله مع كل سماء ملك موجود، يا محمد احتجم وصمتك بالحجامه. في فوائد ما تحصى، واللي علم النبي الحجامه صلى الله عليه وسلم جبرائيل سلم عليه، وصارت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد لا تحصى، لا تحصى. مستعد اتحدى كل الدكاتره. لو احنا نقول اذا كل شخص خلال 4 سنوات سوى حيامه سنويا شهريا يسويها، صدقني ما يراجع الدكتور، لانه ما يمرض. مثل سيارتك كل شهر بدل دهنها، ما تطيح الماكينه، ما تطق. انسان كذي فيها علم، يعني ما شو اقول لك. بس مين يحاربها؟ الطب. مين يحاربها؟ الصيادله. ليش؟ يبقى انت سويت حيامه، هذا سويت، ما حد يمرض. انا شو اسوي قاعد بيتنا؟ اعالج اللي ما يسوي حيامه، اعالج اللي يمرض. بس ناس تمرض تسوي حيامه، ليش ما سويت اول حيامه؟ حلو. معي مداخله من مصر، شهد عبد الرؤوف. مساء الخير يا شهد. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا شهد؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. اخبار مصر ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله. تعرفها؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. طبعا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا استاذ سهل. معك سؤالك استاذه شهد. والله يا دكتور انا كان الكعب رجلي. احنا مو دكتور، يعني احنا كابتن، ما نحب الدكتور، كابتن. دكتور الطب، احنا طب شعبي. اذا قلت الدكتور راح يزعل. قلنا شيخ، فخلينا على المعالج الشعبي، على الكابتن. اوكي يا كابتن. حضرتك، هو انا كعب رجلي كان بقاله بتاع مثلا 5 سنين كده وجع فظيع، يعني كل مجرد ما احط رجلي على الارض تتعبني جدا. الثنتين واحده؟ لا بواحده بس اليمين. زين. وبعدين رحت للدكتور كذا مره، اداني فيها 2 أو 3 مرات حقنه اللي هي في الكعب، كانت اول واحده ريحتني جدا وقعدت سنه كويسه. بعد كده رحت العمره ورجعت لقيت نفس القصه وجعتني، خدت الحقنه 2 مرات وبعديها بشهر مره برضو ما حسيتش براحه، يعني ما فيش اي كريمات احط ادويه اخد، عملت تحاليل عن كل حاجه، ما فيش مش عارفه ايه السبب، انا مش عارفه ايه السبب. عملت اشعاعات على رجلي الاثنين، طلعت الرجل الثانيه اللي هي مش بتوجعني هي اللي فيها شوكه، واليمين ما فيهاش حاجه خالص، مش باين اي حاجه في الاشعه وبتوجعني جدا. ماشي شاهد، اسمعي. اي تفضل. مجرد ما احط رجلي بس احط رجلي على الارض
توجعني، امشي شويه تعبانه وكده، بس اول ما يعني ابدا في البيت بقى او انزل او اطلع اوكي بتبقى كويسه. اول ما اقعد وارتاح واجي اقوم توجعني. خلاص شاهد، راح تسمع الاجابه دلوقتي من الاستاذ الكابتن جاسم بامي. شوف اختي، العوار اللي معاك احنا نقول اذا عندك املاح زايده، بس انت سويت تحليل، نقول اذا كان معك مسبار عظم انت سويتي اشعه ما فيها شيء، الثاني فيها شيء، يكون عند اشعات الوتر الخلفي مشدود من الوقفه، من اذا كان وزن زايد يكون معك عوار من اخر الظهر ينزل على رجلك. فانت الحين اخذي اشعه حق اخر فقرات الظهر، خلينا نتاكد هل ان العوار اللي نزل معك فقرات مضغوطه، عرج النسا ضارب معك، الوتر مشدود معك، وبعدين نتواصل ان شاء الله معك. ممتاز. محمد، نرجع لموضوع الحجامه. يعني الاحظ يعني حتى يمكن سالتك انا احيانا صداع على الشخير شغله معينه، قلت لي الحجامه، ليش اكدت على الحجامه؟ شوف، اول واحد سوى الحجامه 88، وقبل كنت اشوف يدي يسوي الحجامه. احنا دخلنا الحجامه من ضمن العلاج، يعني قبل كان بس الحجامه، الحين لا، دخلناها من ضمن العلاج، يعني حق الجيوب، حق كل شيء، ففيها فوائد لا تحصى، لا تحصى. سبحان الله، اقول لك الهيه لا تحصى. انا راح اسالك بعد الاتصال هذا، هل يعني لو واحد تبرع بالدم هذا غير الحجامه؟ غير هذا نيابه. خلص تليفونك حبيبي، خلص تليفونه وضروري، يعني الناس يقول لك انا اتبرع بالدم. لا ما خلص، عندي شغل بروح مع الناس. خل اخذ مداخله بدل معي. مداخله الاستاذه منيره محمد، مساك الله بالخير. اهلا وسهلا، تفضلي سؤالك اختي الكريمه. الله يرضى عليك يا ابوي. انا في الركب عندي فيها احتكاك، بعدين لقدني امشي لها صوت زين، انا ارقد ما اقدر اثنيها مره واحده، تقول مسمار بيطلع مع الزوايا حق الركب. حلو، سمع الاجابه. الركبه ركبها معي الفقره الرابعه والخامسه في اسفل الظهر، يعني مع هذين ابني حيل ما اقدر امشي زين. يم مسكنات شوي شوي، ما اكل مسكنات اقعد اصيح زين. يمه ابي اشعه ركبك وظهرك، دز يبو العيال او واحد من عيالك العصر، خليني من الاحد للخميس يجيب لي اشعه، خل اشوف انت ايش تحتاجين وانت شنو فيك والعوار لازم معك منه. هذا واحد، اذا كان معك عوار بالركب وعوار بالظهر، اذا كان وزن زايد هم هذه ياثر، بس خل نشوف الاشعه ان شاء الله ونقول لك شو تسوي. ماشي يا منير، الله يشفيك. نرجع في منو؟ ايه ماشي، معي اتصال بعد ولا اجلتوا؟ ماشي اجلتوا. زين، موضوع الحجامه والتبرع بالدم، يا ليت وايد الموضوع مهم هذا. التبرع بالدم يا بالانسان قبل كم سنه؟ 70 80، يا بالطب الحديث عدل. صح، الانسان الحيامه من الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنه. هذا واحد. الطب الصيني قبل 2000 3000 سنه هم كانوا يسوون الحيامه، بس كان شو يسوون؟ يطق مشرط يخلي الدم يطلب روحه. فالحيامه اقول لك فيها فوائد لا تحصى، من الله مو من انسان. احنا بشر، احنا نعز الدكاتره ان يطلعوا سووا، بس هذا غير، هذا غير. الدكتور يقول لك لا ايش حق تسوي حيامه، روح تبرع بالدم ماكو مشكله، بس هذا ما يوفي، هذا طلع الدم النقي من جسمك. شو يسوي الحجامه؟ تريح الدوره الدمويه، توسع الشرايين، تريح ضغط الدم، تريح القلب. الحجامه نزل. اللي عندهم امراض قلب تفيدهم الحجامه وايد. في ناس شوف مره، يعني في ناس وايد بيسوي قسطره، فسوي حيامه اكثر مره راح ما سوي له قسطره، رجعوه. يعني امراض كثيره مو شويه، يعني ما اقدر يعني لو بتكلم معاك يبينك مثلا. زين، اللي عنده القلب مثلا قسطره اللي دائما يسوي له حيامه ماكو مشكله، حجامه ياخذ حبوب سيوله نقول له ماكو مشكله تعال. وين تسويها عادي يعني؟ بالضبط ورا القلب. ورا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحجموا بالقفا والكاهل، القفا ورا الراس، الكاهل ورا القلب. بس ترى الحيامه هي قلاص واحد، بس انت كجاسم مهمن لانك واحد سوى حيام واحد يقول هذا غلاص، هذا ست غلاصات. انا من اذكر مره من زمان سويت حجامه بالظهر. سطرك؟ ايه سويت حبوب دقم ولا دقم اكوت باطن مال المرعوب هذا. فاول ما طلعت شيء يقول لي في عين. تصدق هالكلام هذا بيني وبينك انا ما اصدق هالامور هذه. هل فعلا من الحجامه في عين؟ احنا كجاسم مهمن يبين معنا سحر عين، يبين معك يبين الحجامه؟ اي يبين بالدم. يبين في الدم، قال لي عند في عين يبين معنا، يبين يعني وايد ناس احنا قلنا لهم والحمد لله نرتاح من الشغله هذه، لان من كثر ما تسوي تاخذ خبره تعرف، فتقول له كذي تقول له كذي، بس ما تفتح حق نفسك اي كلام تقول له، تقول له صح. يعني باكر بتقول لي مثلا ويتك
يمكن انت مو معك عين، مسدس ملزق راسك. مداخله مع يوسف العازمي، مساك الله بالخير يا يوسف. الله يمسيك بالخير واشكرك على استضافه الاستاذ جاسم. هلا ابو عبد. لا في خدمتكم يا اخو يوسف، تفضل سؤالك الكريم. الله يطول عمرك، دام فضلك استاذ جاسم. انا عندي زوجتي فيها العظمه الشوكيه وراجعنا المستشفى العدان وقالوا لنا معاها التهاب بالاوتار، فما ندري احنا نعالج الاوتار ولا نعالج العظمه الشوكيه. فالعظمه الشوكيه صار معاها وقرروا علينا الرازي، حولونا الرازي، قالوا لازم نسوي لك عمليه. فاستاذ جاسم احنا يعني صار لنا الحين من 2011 نراجع، ما سمعنا شيء يعني مستفيد او استفدنا منهم شيء، او ان نبي منك انك تبلغنا على شيء احنا نستفيد منه. بارك الله فيك. مشكور يا يوسف، اساس كنا ناخذ اجابات مختصره، عندي وايد اتصالات. ابو يعقوب يبي اشعه المره وتعال البيت بروحك، اشعتني لها بس وتعال لي هناك اتكلم معك اقول شو تسوي. سمعت يا يوسف، تمر ابو محمد ان شاء الله ما راح يقصر معي. اتصال ثاني من وياي، منذر العنزي. منذر مساك الله بالخير. هلا مساك الله بالخير. والنور، شلونك يا منذر؟ والله بخير، شلونك؟ طول بعمرك. سؤالك الكريم باختصار لان معنا اتصال. ابو محمد وياك ابو محمد تفضل. عندي وجع باسفل الظهر. نعم نعم، عندي وجع بس في الظهر والركب، ولي قعدت يعني اكثر من 5 دقائق وجع اسفل الظهر. عمي سوى اشعه حق ظهرك وحق ركبك ومرنا ان شاء الله. عندي اشعه وعندي رنين وسويت كلهم. تعال الفير خذ رقم نشوفك العصر نعالجك ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي. الله يشافيك. تسلم تسلم. في اتصال ثاني، وفاء محمد. مساك الله بالخير يا وفاء. السلام عليكم. وعليكم سلمك، يطول بعمرك. يعطيك العافيه. سلمك يا امي، يطول بعمرك. الحمد لله على السلامه. الله يطول بعمرك، الله يحفظك ان شاء الله. يخليك ابوي. يطول بعمرك، تفضل. انا والله كم مره رحت انا مستشفى الرازي، عندي المفاصل هني، كم مره يقول لي ما عاد يخشونه ما عاد يخشونه. وبعدين دكتور علي المكيمي ما ادري مشيمي قال لي ركبك ما فيها شيء بس المفصل، وانا عجزت يعني اخذ اشعه المسكنات، اوقف المسكنات ريولي تعورني، ما اقدر اصعد دري، ما اقدر انزل من الدري، ما اقدر امشي، وايد متاذيه وتعبانه على فكره يعني والله العظيم. سمع الاجابه خليك معي. وايد اشتكي من ريولي. خليك معي يابا، خليك معي، خليك معي، خليك معي، تشوف ان شاء الله. شنو ابو محمد؟ طبعا يما دزي واحد من عيالك خلي اشعتك، هذا واحد. الشيء الثاني هذا كلامي راح اقوله حق الكل اللي في عنده عوار بالركب والظهر. بارك الله فيك. الماي الحار لا تخلينه قبل كل وجبه بنص ساعه، شربي ماي حار، قلاص ماي حار خالي. نعم. هذا حق السكر، حق الشرايين، حق القلب، حق الكوليسترول، حق الاوعيه المفاصل، الماي الحار. سمعيني يما زين. نعم. هذا واحد. بعدين اللي عنده عوار ركب، عنده عوار ظهر، وايد وصيت ناس روح اخذي ربع كيلو رشاد، حب رشاد، وطحنيه بالبيت، حطيه بطل، وكل صبحيه اخذي ملعقه الوسط مالت الشكر هذه حطيها بالحليب، شربي من رشاد مع الحليب لمده شهر زمان، ركبك ظهرك وايد راح يفيدك، وايد راح ترتاحين. هذا واحد. الشيء الثالث، اذا انت تستعملين بالليل لا تشو حق غيرك، عوار ركب يبي تمر مع دهن، خابره تمريه قبل امهاتنا يسوون قبل تمريه لف ريلك ما استفدتي. الشغله الرابعه الاخيره اللي القران ذكر فيها ورق اليقطين اللي الله نزل حق سيدنا يونس يوم طلع مطر الحوت، كل يوم بالليل خذ ورقه اليقطين، هذا حق كل واحد، لفي على كبك كل يوم بدل ورقه، خلال اسبوع زمان امور كثيره تحسن. يمكن هاي اول مره اقول حق اصرح بالقناه، ورق اليقطين بس اللي وراء القرع. ممتاز. وشوف ايش يصير معك. يا ريت تسلم راسك. اشكرك استاذ. الله يشافيك يما ان شاء الله. الله يبارك لك في عينك وعافيتك ان شاء الله وعيالك. ما تشوف ان شاء الله. معاي مداخله حمود الشمري. الو السلام عليكم. مساك الله بالخير يا حمود. مساك الله بالنور ابو احمد. يسلمك يطول. الله يسلمك، الله يطول بعمرك، الله يحفظك. سؤالك الكريم. الله يطول بعمرك. سؤالي طال عمرك للكابتن ابو محمد. حياك حمود. الله يحييك. طال عمرك انا سويت حجامه بكذا مكان، وللامانه يقول الحجامه اللي سويتها رجال راح تنام 6 ساعات، بيني وبينك انا رجال اطبق 24 ساعه،
فما ادري وين المشكله. وعندي واحد من اخواني احيانا يعني نفس ما تقول يجي صداع يحس بصوت، قالوا هذا فيه فيري. رحنا عند كذا واحد، واحد يقول فيه 6، واحد يقول فيه 5، واحد يقول فيه 4، ما فاد معاه نهائيا. ويعطيكم العافيه، ولا تنسى الوعد يا ابو احمد. وعد شنو طال عمرك؟ الوعد بدزك على الواتساب، ما اقدر اقول على الهواء. حاضر من عين الثنتين، دز ان شاء الله لان القضايا وايد يا حمود. ايش سلمك يطول بعمرك، تفضل حمود عمي. مره ويب اخوك معاك، لان عندنا احنا احيانا هالسوع بس كافي، وليله احد الجاي راح توقف، فنقدر نعالج اخوك ونعالجك. هذا واحد، ما دام اخوك عنده عوار دايم براسه، بس خلي لي اشعه حق فقرات رقبته بس، عشان احنا قبل ان نشوف نسوي الحيامه نشوف الفقرات، اذا في شيء نعالج الرقبه ونسوي حيامه حق الراس وحق الظهر، نشوف شو يستفيد ان شاء الله. معي مداخله الاخ جابر الخضير، مساك الله بالخير يا جابر. قطع الخط اللي بعده نقطه التليفون. ماشي، يعني نرجع ابو محمد ناكد على ان الحجامه غير، لكن في نقطه وايد مهمه. يقول لك الواحد اذا تعب شوي، جسمه مرهق، روح حمام السباحه ارتاح شوي، صح، ومساج. تمام، ايش رايك في القضيه هذه؟ زين، خلني اقول شغله واحده بسيطه. ايه، انت لو تلاحظ رجالات الاعمال اللي برا مع المدلك معاه، وين ما يروح كل اسبوع يسوي تدليك. صح، يقول لك انا طول الاسبوع اشتغل مجهود وتعب، اخر اسبوع ريلاكس، يرخين، اي اسبوع ثاني اشتغل. فكل انسان الحين يمكن الاونه الاخيره حلوه، الاونه الاخيره هذه زين. فالحين في وايد ناس اللي بالكويت قضاء يروحون مساج كل اسبوع مره عشان يطلع ريلاكس، لان يقول طول اسبوع انا مجهود، ابي اخذ راحه، ريلاكس، حمام سباحه، شغلات هاي. فهي وايد تفيد الانسان، بس هذا ما له شغل بالحيامه، هاي عضل خالجي. بس يعني تفيد المساج طبعا، كل انسان يريح. انت الحين تعبان، يعني قبل سنه يجيك خالد تعبان، انت صغير تدوس على ظهره. صح، انت الدلكه انت كبرت نفس عمليه عيالك، فهذا نفس هذا الشيء عادي يعني كتدليك. كل انسان يحتاجه. معاي الاخت نوره محمد، مساك الله بالخير يا نوره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك، ممكن استاذ بهمن؟ وياك استاذ بهمن، تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ بهمن الله يخليك، انا عندي اختي قالوا فيها سرطان بالثدي، ولازم تسوي عمليه. بس ما لها شغل، احنا نتكلم عن الطب البديل في لكم ولا. هذا طبعا ما له شغل فيه، بس احنا ننصح اكل القرع حق كل شيء. يعني خل اختك تاخذ القرع اللون البرتقالي كل يوم قد نص تفاحه تاكلها من غير قشرها. هذا يعني في ناس وايد استفادوا منها كسرطان، كبروستاتا، امور كثيره. القرع فيه معجزات الهيه سبحانه وتعالى. يعني القرع اللي تاكله عادي كذي، بس في نوعين. إيه؟ نوع اصفر، صح، الامريكي هذا. اي، وفي نوع برتقالي. إيه؟ البرتقال من تاكله كأنك ماكل بابايا او مانجا. إيه؟ طعمه شوي حلو. الاصفر وقت قاسيه كل ما اخذ دوري، فما ما تقدر تاكله. فالاصفر يكون شيء مر شوي بالعود. حتى دخلت رياضي. فالبرتقالي وايد زين. اللون البرتقالي، القرعه البرتقاليه. إيه؟ لما تقشر داخل تلقى لون برتقالي تاكلها زينه. انت الاصفر تروح له؟ انا حق الاصفر شو؟ بعدين بالبرتقالي. لا، انا اقول حق الاصفر البرتقالي عشان إيه؟ تتاكل حق الناس. يعني الاصفر الكويتي العادي هذا. اي، بس مو قصدي في لونين، لون برتقالي، برتقال الحال غامض هذا من اي الامريكي، يبون من السعوديه. اي، هذا زين، هذا يتاكل اقول لك من غير شيء. ذاك الاصفر ما يتاكل، شويه ناشف يصير. نجربها، ما ورانا شيء. ورا معي مداخله من الاخت شروق دشتي، مساك الله بالخير يا شروق. هلا فيكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اقدر اكلم كابتن جاسم؟ وياك كابتن جاسم. يعطيك العافيه كابتن. الله يعافيك. كابتن، انا عندي حالتين ابي اشتكي منهم. الاولى انا عندي الكيرف مال صبع ريلي العود، مره طحت ودبسوا لي اياه في المستشفى في الرازي. بعدين قعدت سنتين ثلاثه اعالج فيه للحين، ما خليت دكاتره، كانوا كله يقزوا لي ابر فيه، حتى خارج الكويت كنت اروح يقزوا لي ابر في صبع ريلي، ولا زال الالم موجود. الألم يسحب من صبع الريل لفوق، ليه عوار الظهر، يعني يسحب لي ليه عوار ظهر، وما لقيت له حل، لا زال في ألم. صار لي 3 سنين على هالوضع. لأن أنت قاعد تعالجين صبعك، ما تعالجين ظهرك. لأن هو صبع ريلي، أنا المشكلة أنا عارف مع صبع العوار. مدام في عندك عوار هني ليه فوق، معناته العوار لازم لفوق، بس أنت قاعد تعالجين لتحت، لأن عوارك تحت.
انت اخذي اشعه اخر فرض ظهرك ودزي ابو العيال خليه العصر، خليه يقول نفس الكلام قلت لي اياه، خليه يشوف الاشعات واقول شو يسوي لك. انزين اسمع حالتي الثانيه. انا معاي مايجرين الشقيقه صار لي 10 سنين. اخذ لها ادويه بانواع وابر بانواع ماكو فايده. سويت حجامه هم ماكو فايده. شنو الحل؟ عندك شيء برقبتك؟ فقراتك؟ عندي شنو صراحة حق الفقرات الرقبة؟ إيه؟ لا بس انا سويت MRI إيه؟ في المستشفى قالوا لي هذا مايجرين وانت تعايشي معاه وانا لا. وايد ادويه اكل ويحوشني يضرب معي يعني 10 ايام ياخذ 10 ايام 12 يوم حتى الابر ما تفيد معي. اختي بدايه الحلقه احنا قسنا حق الفري شلون قياس الفري صح؟ خلي قيسي ما عرفتي لما غير تبي الاشعه حق ظهرك خلي يقول لك قياس الفري خلي علم قياس الفري خلي قيس رقبتك الوي خلي شوف شنو في يمكن لعله وعسى ما دام عندك صداع نصفي فعندك احنا نقول يلده شويه نازله واحده منهم فتحتاج رطه تحتاج عقده شغله هذه فانت شوفي اول الحلقه تشوفينها زين. وانت تنصحني اسوي صداع نصفي شلون اسوي الفري هذه وين؟ انت احنا اول حلقه وريناها حق الناس بس انت دزي رئيس خلينا نعلمه شلون طريقه الفري يعني هو يقدر يسوي لي اياها؟ انت دزيه خلي شوفه وش المقاس اول شيء خلي نقول شو رديته ابو العيال يمرك وان شاء الله خير او انت الحين اول حلقه بس اساس الوقت معي اتصالات شروق اسمحي اي خلاص مشكور والله العظيم حجم الاتصالات كبير معي تليفون ثاني جاسم معي الاخ يعقوب جاسم نعم السلام عليكم مساك الله بالخير مساك الله بالخير اخوي جزاك الله خير على البرنامج الطيب لا ببرنامجكم هذا تفضل يعني ودي اكلم ابو محمد الكابتن وياك ابو محمد اخوي ابو محمد انا قبل تقريبا اكثر من سنه حاشني عواب بركبه ونمت في مستشفى راضي تقريبا شهر وما سووا لي اي شيء وطلعت منهم يعني دخلت على كرسي وطلعت على كرسي بعدها رحت سلمك الله حق رحت حق دكتور مشهور في مستشفى راضي ما ودي اقول اسمه طبعا سويت قبلها اشعه MRI اللي هي رنين ولما شاف الاشعه قال لي انت عندك خطا في الرباط الصليبي من الدرجه الثانيه هذا يحتاج الى ابر وحبوب اعطاني ابرتين زيت واعطاني حبوب وماكو فايده بعدها تقريبا بكم شهر اخذت موعد ورحت الامارات حق الدكتور سميح الطرابيشي وشاف الاشعه وسوى لي اشعه هناك واعطاني ابره واعطاني حبوب وهم ماكو فايده فانا الحين ابو محمد اصلي على كرسي وسويت حجامه مرتين والى الان عواب بركبه يعني امشي عادي اروح المسجد بس المشكله بالصوت اني اصلي على كرسي والى الان الام فظيعه بركبه خصوصا هالايام عندها رطوبه الم الله لا يوفقك فماني ماني عارف شو اسوي الحبوب خلصت الابره خلصت والى الان العواب موجود وماني عارف شو اسوي صراحه ابو محمد ابو محمد شو تنصح؟ ادي البيت جاسم بهمن هو نعم ادي البيت جاسم بهمن اي والله والنعم ابو محمد صباح السالم صح؟ مره وان شاء الله تلقى الفائده عند الله سبحانه وتعالى لان مو اللي الله يشافيك انا عندي رقم تليفونك ابو محمد وهذا بسيط ان شاء الله اللي معاك خلاص مره ان شاء الله وان شاء الله خير مره خير معاي نجلاء محمد مساك الله بالخير يا نجلاء مساك الله بالخير يا ولدي يسلمك يطول بعمرك يا يمه يطول عمرك يا ولدي الحمد لله على سلامتك يا الله يسلمك يطول بعمرك الله يحفظك يا يمه يبارك فيك ابي ولدي الكابتن تفضل يا يمه امري يمه انا صار لي سنه اشكي من ظهري وبعدين قام يصيبني رجولي فيها وروم لا قعد في السيارة ولا نزلوني وارمة صايرة بطة حدي رجولي يلا أنزلها ويلا قاعدة المهم العشر الأواخر من رمضان طحت مرة واحدة ما أقدر أمشي بينما أنا شهر 12 سويت أشعة مقطعية لظهري وقال لي الدكتور عندك التهاب في العصب الظهر وعندك الفقرات الأخيرة وعندي حاجة ثانية في يدي اليمنى ورمة فيها كبرت بكبر الفنجان ويوم وريها الدكاترة قالوا لي هذا كيس ذهني وأنا يا ولدي ما نام الليل كله من العوار والحين قمت أمشي على ويلتشير ولا أقدر أمشي ووزني شوية زاد أنا كان وزني 91 وصار 111 وعقبه نزلت وأنا فيني سكر وضغط وعالجت الحين شو اسمه سوالي تدليك ما تدليك ويزيد العوار ولاني عارفة لا أنام ولا أرعد ولا أنقلب على جنبي يعني أحد جنبي الثاني كأنه متيبس يما سمع الإجابة الحين يجاوبك يما دزي ريلك أو ولدك خليني البيت يبى شعاتك زين وخلي يقول لي كل كلام قلت لي خلي يقول لي عشان يذكرني فيه وأشوف الأشعات أشوف تحتاجين إحنا شنو نفيدك فيه وإن شاء الله خير ماشي معنا اتصال ثاني ماشي جهز الاتصال
محمد كذا يعني لاحظت اكثر الاتصالات هو انزلاق ظروفي برقبه بالظهر، شو الاسباب؟ القعده المطبات. اليوم قرأت التقرير او انتشر فيديو يقول لك اخطر مرض الان هو مرض الكرسي لكثرة الجلوس على الكرسي، وانا قعده الارض احسن من قعده الكرسي. طبعا ايش رايك بالكلام محمد؟ شوف هل الكرسي اليوم مضره؟ ايش حقه؟ إيه؟ لما تقعد بالارض انت شاد نفسك، بس لا تميل كمركه، لكن على الكرسي انت قاعد روحك قط مثل قط السياره، فشي يسبب فقراتك تنزل يعني ضعف منطقه طبيعه الحياه. المكتب الكرسي إيه؟ عشان كذي احنا نقول لك لما تقعد قدام حاول تمشي حمام سباحه عشان تقوي نفسك، لازم تعوض اللي انت ضعفته. لما احنا قاعد مثلا واحد قاعد المركه مده طويله، زين تعال عوض بحوش ديسك خشونه، زين عوض كسلان، سوي تقويه، امش عشان تعوض تسوي. ما يسوون كذي عندهم، فالعوار يتم لنا قاعده ديوانيه سواء حريم او ريايل، اربع سبع خمس ساعات سبع ساعات كلها قاعد فارش نفسه، زين لما يقوم يقوم مثل الياهل. لا حول. ناخذ اخر اتصال او اتصالين، ناخذ اتصالين. اخر اتصال قبل الاتصال الاخير خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، هذا ابو احمد. يسلمك اخوي عبد الله، شلونك؟ الله يحفظك يطول بعمرك. يسلمك يطول بعمرك، الله يبارك فيك. انا مستانس اني طالع وياكم اليوم ان شاء الله، واتشرف انكم تتابعون البرنامج. احييك واحيي الضيف حبيبي كابتن محمد. سلم عمرك ابو محمد. انا عندي ظهري يعورني، شريت جهاز رياضه واستخدمته الظاهر بعنف، ونظام ظهري اسفل الظهر قام يعورني، ورحت الرازي ما استفدت منهم شيء، كذا مره ما استفدت شيء. اخذت الاشعه؟ سويت اشعه قبل يومين، بعدها قالوا لي روح سوي رنين، بس اعطوني موعد بعد اسبوعين ونام. ما قالك الدكتور شنو فيه؟ شد عضلي. بس شد عضلي ما يحولك على رنين الا اذا كان في مثلا شاك بفقره او ديسك مثلا. ما ادري، حولني على رنين، اعطوني موعد باصه باسبوعين طبعا هو اكثر. ما دام عندك الاشعه مرني هاليومين خليني اشوفك. اذا ابو محمد، ابو محمد ابي العنوان وابي متى الفير يقولون، ولا شو السالفه؟ احنا ارقامنا توزع 5:30 الفير. ايه الناس قامت تسوي انت الساعه 10 11 بالليل يحطون حق روحهم رقع عند باب بيتنا، وكل من واحد شاف اسمه حط اسمه فيها، ويروحون متى يتجمعون؟ الساعه 5 5 الا ربع عند الباب، يطلع صبينا يدخلهم داخل الساعه 5 5 ونص نوزع ارقامنا. هالاسبوعين ايش عندنا احيانا نوزع 20 رقم حق العصر و20 حق الصبح حق الاحيانا. فانت حاول تتواصل ان شاء الله، واذا اعطاك سي دي حاول تطلع هذا بتليفونك لما انت توارين، على الاقل اذا هالايام المستشفيات ما يعطون الاشعه، يعطيك سي دي. عندي الاشعه تبي بس خلاص ماكو مشكله. جيبها محمد، جيبها معك وتعال. مشكور اخوي عبد الله مداخله. عندي اتصال اخير، اخر اتصال، واعتذر من الاخوه الكرام مشاهدينا الكرام على عدد الاتصالات الاعداد الكبير اللي جت لنا، واعتذر لهم. راح ناخذ اخر اتصال الان. معي سليمان الخالدي، مساك الله بالخير يا اخوي سليمان. مرحبا اخوي الملا. يطول بعمرك يا اخوي سليمان. كيف حالك؟ يطول طيب. بعمرك، الله يحفظك ان شاء الله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، يطول بعمرك. وقتنا على البرنامج هذا، خوش برنامج انت ويا الكابتن جاسم بحمد. يسلمك الله يخليك، جزاك الله خير. على اساس الوقت يا اخوي سليمان. على سلامتك من اوروبا. يسلمك يطول بعمرك اخوي سليمان. سؤالك الكريم عزاز الوقت يا سليمان. سؤالي طال عمرك، انا عندي الوالده. نعم. زين تشتكي من الام في الركبه، ودائما تنتفخ ركبها زين، واذا رحنا للمستشفى اعطوها مسكنات. صحيح. بس هذه شغلتنا احنا، كل ما ناخذ لنا اربع ايام خمس ايام رحنا للمستشفى اعطونا مسكنات يجينا مروحين. ماشي اخوي سليمان، تشوف الاجابه ان شاء الله. مشكور على اتصالك الكريم. اخوي سليمان اخذ اشعه الوالده وتعالي العصر من غير رقم، بس خليني اشوفها وراح اقول لك ايش فيها وايش تحتاج، نفيدك بالعلاج لها ان شاء الله. والله يشافي لك ان شاء الله ويشافي كل مريض. امين. انا اعتذر على حجم الرسائل اللي طلبت اعداد الاتصالات طلبت مني اني مداخله، اعتذر منهم. وانا اوعدكم ان شاء الله ابو محمد يكون معاكم في حلقات جايه. ابو محمد اعطوني كرنيه هوية ادش اراويك ارقام التليفونات. يعني ابو محمد يعني الحمد لله لك محبه ولك شعبيه طيبه. نصيحه طبيه توجهها الان الى مشاهدينا الكرام، والله الخاصه اللي يعانون الخشونه. المشي وشرب الماء حار. ليش قلت الماء حار؟ وايد يقولون اشرب ماء حار. الماء الحار فيه هيدروجين اعتقد، نيتروجين، فهذا وايد زين حق المفاصل حق العوار.
الماي الحار. الماي الحار يعني اللي يكون يعني معقول يعني يدوب نص. ايه شلون تشرب الشاي؟ تشرب ماي حار، تحط لك مطاره، قمت صب، صليت خلصت، تصب لك جلاس قبل غداك، جلاس من نص ساعه، قبل عشاك نص ساعه، جلاسين باليوم ماكو مشكله. لما تتعود على هالحاله شو عندك عوار مفاصل وكبك هذا يعني قلبك شرايينك ما تصدق ما تصدق. بس يقولوا حط عليه شويه ليمون ولا أو شيء عسل. هذا شيء ثاني. لا بس ما له شغل، ماي حار خالي. بس تبي انت حق نفسك ماي ليمون هذا شيء ثاني تحط لك اياه. تبي ماي حار مع عسل هذا الصبح حق نفسك حق ماكو شيء ثاني. لكن ماي حار خالي له فوائد لا تحصى لا تحصى. جلاس واحد بس، جلاس واحد صبح، جلاس ظهر، جلاس بالليل، جلاس بس قبل غداء، قبل يوق نص ساعه ساعه يشرب لك جلاس ماي حار. واللي عندهم امراض للقلب تصحهم ايضا وايد زين وايد زين. بعدين فوق هذا يا جماعه امشوا شويه، المشي زين لو نص ساعه بس، نص ساعه كافي. عندنا ماكو مشي، ودش عند هذا حط لها الرش، طالع عينه واخذها، راح بيت فلان هالزلابيه خذ توك شبعان بس خلاص النفس ما تشتي. يعني لو واحد نظم اكله ونظم مشي وايد تمام. كثير تنظيم اكل ما عندنا، ما عندنا صحيح. يعني انت قاعد بيتك، بيتك لازم تروح حق ناس تي، بتروح حق هذاك نفس العمليه وتشتي تاكل عندهم. زين قبل شبانه اذكرهم اذا تريق ما هي يمكن الساعة 10 يعني قبل بس يمشي يمشون. ماكو سيارات قبل، مشي يمشون الحله بس ياكلون درابيل بسكوت بس ماكو شيء ثاني، يتغدى ويتعشى خفيف الحله. الحين ما تروح عند فلان ذاك التمر ذاك هذا الحلويات في شغله يعني قبل ما في بقلاوه وشغلات هاي كلها تمر بس. السكريات اثرت صدق، الخبز الايراني يضر كل شيء. في نشا يضرك، نشا. النشا شنو؟ الطحين، عندك البسكوت، عندك الخبز، عندك العيش، هذا سبحان الله لما تاكله ينقلب سكريات في الانسان، سكريات في الانسان. هذا لو تجيب دكتور سكر راح يقول لك شنو مضار الشغله هذه. احنا على هذا خبز اسمر ولا خبز بشعير، خبز هذا كله مو زين. تبي قطعه كبرها كافيه. احنا اذا ما طق الايرانيه لا شوف بعد شوف يمك هذا يطق النخي هذاك الاش بعد انت ما طق معه. سيف محمد قبل ياكلون خبزتين وثلاث ما فيهم شيء. يمشي كبتي الحين ماكو مشي. قبل ياكل يحرق يعني اكل كله بي وامشي بس اكل واحرق. لكن قبل هذا هذا واحد. شيء ثاني قبل ما في تفكير كابتن، انت تروح ضامن اهلك عند جارك. الحين تروح خباز جارك طال على بنتك او هذا لحظه ترجع تفكر التفكير. قبل ماكو تفكير خلاص يعني قبل النيه كانت صافيه حوين. الحين صلاه ما في. نطمن في الايام الخير الجايه ما في الا الخير ان شاء الله. نقول ان شاء الله ان شاء الله ونتصدق وتصدق. بس ابي شغله واحده من الحين يا جماعه، والله 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 لو انت بكل صلاتك تقول يا رب احفظ ديرتنا احفظ اميرنا واحفظ كل اهالينا، بس هالكلمتين هالكلمتين ما تبينك والله. يعني ما نقول احنا الياي مو زين او هذا وما، بس نقول يا جماعه ادعوا بس الدعوه ما نبي شيء ثامنكم بس. نعم الله يحفظ هالبلد ويحفظ اميرها ولي عهده وكل اهلها الطيبين. وشكرا لك ابو محمد على حضورك اليوم على هذه الحلقه الرائعه في اول ماكو حلقه ماكو في حلقه رجعنا فيها في اول في هذا الموسم. شكرا لك يا ابو محمد، حياكم الله وجزاكم الخير. واشكر كل المشاهدين والمستمعين ونعتذر على الجماعه اللي ما قدرنا ندعمهم. حياهم الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نشوفكم باكر ان شاء الله. حلقتنا باكر اقتصاديه، راح يكون معنا الدكتور بدر الملا وايضا الدليمي، وحديث عن حديث عن البورصه وما يجري في الصين. ادعو الله ان يحفظ الكويت، الكويت اولا ولا يصح الحال.